وسيكون لنا وقفة مع العازف فادي نحاس وأجمل الألحان على الناي. صباحكم الله بالخير على هذه الأنغام الجميلة. Thank you.
طبعا راح تكون معنا اليوم بحلقتنا فادي نحاس. نصبح عليك بالخير، ويعني هذه مو اول استضافه لك في صباح الوطن، وفعلا يعني احنا قاعد نستمع لك والله العظيم ما ودنا نتكلم، لان النايب روحه يعني شيء رومانسي، هذه ما يخلي الواحد بده يقول شيء، خليك تسرح وتفكر ذكريات حلوه، ذكريات 2013 اساسا. صحيح اساسا هي نبات يعني، ما انا مصنوعه من اي ماده صناعيه. صح. فادي نبي تكلمنا عن النايب، صدق انه هو بس طابع الحزين ولا في فرايحي يعني؟ لا مو شرط، في كتير موسيقى ممكن تنعزف على آلة الناي تكون فرايحية. أيه. موسيقى ممكن ترقص عليها حضرتك، ما في أي تشكيل طبعاً. طبعاً هذا الشيء بيعتمد على تكنيك العازف نفسه. أيه. يعني أنت باستخدام التكنيك بإمكانك تخلي الموسيقى إيقاعية أكثر، أوكي، اللي ممكن تستخدم في الفرح والرقص والجو الهيصة، أو ممكن تخلي الموسيقى حزينة بحيث أنك أنت تكون ضاغط على التون أكثر، عرفت علي كيف؟ فهذا بيختلف من عازف الى اخر. انزين بس الطابع اللي يغلب على الناي اكثر شيء اللي هو الحزين، يعني تحس انه يتماشى بالطبع معاه. بالطبع هلا هي 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 الناي اقترنت مع وحده الراعي. اي الراعي اللي دائما كان لحاله، كان ونيسه هو الناي، فكانت دائما تعبر عن حزنه وتعبر عن وحدته، فهي اشياء يعني الى جوانب حزينه اكيد. صح. عرفت علي صح. كيف بالضبط. انزين والجنطه اللي قاعد اشوفها وراك هذه في طويل وفي القصير وفي تصك الجنطه. لا ودي اخذها. ايه ودي اخذها يعني طبعا. لا الناي بتختلف من 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 عقله الى اخرى. اوكي اول شيء مثلا انا الناي اللي عم بعزف عليه هو ناي لا، في ناي ثاني بيكون هو للسي، في للدو، في للمي، للري، فكل علامه موسيقيه في لها ناي مخصص. اوكي طبعا كل المقامات انا بالي كل شيء فيه يعني. هو واحد وكل شيء فيه. اي والله انا نفس الشيء حسبالي. لا هو بيطلع فيه طبعا، هذا بيطلع فيه كل المقامات، ولكن كل مقام من علامه معينه. عرفت علي كيف؟ فاحيانا لما بتشتغل مع فرق فنيه او مع مطربين ممكن يكون تختلف طبقات صوتهم، فانت بتضطر تستخدم اكثر من ناي. انزين بلشت بالبدايه معنا من قبل شوي عزفت لنا شيء شرقي غربي يعني. فممكن يعني انه يكون بالناي، ممكن يكون في، ممكن ندمج الاثنين مع بعض مو بس شرقي. أو طبعًا. يكون خليجي ممكن بعد. يمكن لا خليجي. لا ممكن كثير. هلا هي المقامات انا عم بمزجها بطريقه انه اول شيء الناي آلة شرقيه بحته، في بعض العلامات الغربيه ما بتطلع عليها نهائيا. بتصور تصوير يعني العازف يحتال على الناي كرمال يقدر يطلع هاي العلامه. ما كثير من الناس بتعمل هيك بآلة الناي، اغلبهم يعني بيعملوا المقطوعات الغربيه للآلات الغربيه فقط. أي صح. أي. انا عم حاول المشروع الجديد حاليا هو اني عم بعمل البوم اسمه رياح الروح، فيه مزيج من المقطوعات الغربيه والشرقيه مع بعض. هلا رح اسمعكم شيء انا كمان. اي والله توني بقول لك نبي نسمع بالضبط. رح اسمعكم مقطوعه هي مزيج لثلاث مقطوعات عالميه معروفه جدا. هلو. هي سبيك سوفتلي لاف ولاف ستوري ومونامور. حلو. بس ترى بدون موسيقى راح تكون بس بروحك بالناي. حاضرين. راح تختار اي واحد؟ هذا الناي من طبقه المي. اي Thank you.
صراحة يعني شوف هدوء سكوت ما في صوت يعني يخليك بروحك تصير هادي. طبعاً بعد شوي بعد البرنامج أبيك برا بس مع الجو وأقعد هو لأنه نايبي بيسموه أحياناً أنا بسميه شخصياً قناص للقلوب يعني حتى في حادثة طريفة حصلت معي مرة في إحدى المطارات إنه بيسألني الضابط شو اللي معك فبقول له قناص فبيطلب مني بيفتح الشنطة بيقول لي شو قناص له هيدا قناص قلوب هو فعلا ان يقتنص القلوب ان يلامس الاحساس البشري تعدى وهو طول السالفه اعزف له خلاص بالضبط هو فعلا ما خلاني اقطع له حتى عزفت له يعني الله والله صراحه راح تضل معنا يعني كل الحلقه موجود لكن احنا ودنا يعني اكيد تكون لك كلمه لسنه 2014 شنو تتمنى؟ اول شيء بدي اتمنى الامن والامان يرجع لبلدي سوريا اكيد ان شاء الله ان شاء الله بتمنى اكيد كل الخير والازدهار والتقدم لهالبلد المضياف الاصيل باهله وبناسه وبشعبه الكويت الحبيبه هي بلدي الثاني اكيد ديرتك اكيد بدي اتمنى لكل الاصدقاء والاهل كل الخير وبدي اتمنى لكم كمان دوام التقدم والنجاح في برنامج صباح الوطن من ذوقك صراحه من البرامج المميزه جدا بدنا تنتهي الحروب العالميه يعني بدنا نعيش بامان وسلام اي والله سلام وامان الله مع الناي يعني هو الواحد يخلي الانسان كذي يحس بالسلام من داخل نعم نعم زين شو المعزوفه اللي مالت راس السنه طيب رح نسمعكم شيء لسيده فيروز نعم اي عادي يبي لك احد يغني هذه معزوفه راس السنه والله مش محضره انا سبيشال لراس السنه السيده فيروز يعني بتنسمع في كل السنين وفي كل الاوقات خاصه الصبح احنا شيء الحين وقتنا احنا الحين اوكي يلا انا بس نختم فيها معك استاذ عشان حاضرين بدي استاذن بس من الاستاذ المخرج اذا بشغلنا نسم علينا الهوا هي نسم يلا. علينا الهوا أيوه. الله زين في احد راح يغني لنا انت بتغني انا راح مو مشروعك الجاي مو موجود المايك بعد شوي يطلع الصوت هذا اوكي تفضل
الله يعطيه العافية يعني صدق فادي اليوم مستمتعين احنا بالحلقة. بدع الصراحة مع الناي مال إيه هني عند المطبخ وهي تطبخ ويقعد يعزف لنا. انزين انا توني يعني عندي فقرة غذائية وعن الرجيم وعن الحلو هذا والحين انت تسوي له حلو. اي ماكو فايدة. ثلاثة.
العافية الصراحة والله. أنا أول شيء كانت أغنية أنا كل ما أقول التوبة مات عبد الحليم حافظ، والثانية صباح الصباح فتح يا علي. اي صح، وهذه آخر معزوفة درويش. سيد درويش. أي الله يعطي العافية طبعاً. آخر معزوفة فادي بيمشي. اي والله آخر يعطي العافية فادي. رائع رائع يعني الصراحة. في ونبيك كل أسبوع إن شاء الله، أو يعني فترة تعلنا واطلبنا نتمنى هالناي هذا. اي والله نتمنى صراحة. الله يعطي العافية. جميل يا أخي. اي والله جميل جداً الصراحة. شوف احنا شلون قاعدين. اي والله ريلاكس ريلاكس. اي والله شيء عظيم. لو كانوا حاطين عليكم الكاميرا مساعة كان مبين. اي والله كنا يعني قمة. كان هدوء اندماج. اي والله كان اندماج فعلا فعلا. مرة ثانية بصوركم انا حق الانستغرام. يلا 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 بالعكس احنا كنا فرحانين والله بهالعزف الرائع هذا. يعطيه العافية. أيوة الله يعافيه من القلب يعني. ترى عنده ناي قديم كان فوق عمره اكثر من 200 سنة موجود وياي. مرة لنا المرة اللي طافت لما قابلته لانه مو اول مرة. اي فكان عنده هذا الناي قديم. يلا زين هاي المره اللي جايه يرجع عمره 200 سنه 200 سنه 100 سنه 100 سنه يلا 100 200 نفس الشيء. عندك باكر اجازه بتسافر يوم وترجع ايه؟ ترجع اليوم بعد شوي نطير.